يقول نريد تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الآية واضحة، إن الإنسان يبدأ بنفسه، ما يأمر الناس بالخير وينسى نفسه، بل هو يصلح نفسه أولا ثم يدعو الناس إلى الصلاح. أما أن يدعو الناس إلى الصلاح وهو غير صالح في نفسه، فهذا هو الذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وهذا لوم من الله سبحانه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الواجب على الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبدأ بنفسه أولا. ما هو معناه أنه ما يأمر ولا ينهى ولا يدعو، لا، يجب عليه أمران، أمران: الأمر الأول أن يصلح هو في نفسه، والأمر الثاني أن يصلح الناس يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم.